الآن آتي إلى النوع الأخير راح نتعرف عليه، هو التلوث بالضجيج. ماذا أعني بالتلوث بالضجيج؟ هل يمكن أن تؤثر الأصوات العالية في الكائنات الحية؟ ما مصادر الضجيج؟ ما معنى الضجيج يعني؟ ما هو؟ ماذا أقصد بالضجيج؟ الضجيج هو مجموعة من الأصوات ليس لها صفة التناسق أو الانتظام ولا تؤدي إلى معنى واضح. كيف يعني هالحكي؟ أنا مثلا اليوم لو رحت هلق على السوق، مثلا سوق الخضار مثلا، وخصوصا في هالفترة، هاي فترة الازدحام، بلاحظ أنه كل واحد من الباعة عم يصيح على أو عم ينادي على البضاعة، مثلا هذا خضار وفواكه، باذنجان مثلا، خيار، خس، كذا، هذه كل واحد بصيح. فهي شو الأصوات كلها عم تتداخل مع بعضها البعض وبتسوي شو؟ عملية ضوضاء ضجيج. أيضا لو رحت على شارع مزدحم بالسيارات، سيارات، في سيارات كبيرة وصغيرة، وأصوات مثلا منبهات السيارة، هذه الأصوات كلها عم تتداخل مع بعضها البعض وتؤدي إلى تلوث ضجيجي. التلوث الضجيجي طبعا ما بنشاهده نحن بالمناطق الريفية أو القرى الصغيرة، إنما يلاحظ أكثر في المدن، والمدن كلما كانت أكبر وأكثر ازدحاما يكون هناك ضجيج أكثر. إذا تقاس شدة الضجيج بوحدة الديسيبل اللي هي وحدة الصوت، يعني شدة الصوت، وقد وضع العالم جراهام بيل تصنيفا لمصادر الضجيج من الأكثر إزعاجا وتأثيرا في الإنسان إلى أقلها، أكثر شيء لا الأقل. يختلف طبعا التلوث بالضجيج عن أنواع التلوث الأخرى بأنه لا يترك تأثيرات مضرة بالبيئة. يعني الضجيج لو طلعت أصوات مثلا سيارات أو أصوات مثلا طيران أو أصوات أي شيء، هذه الأصوات بمجرد ما راحت المسبب الصوت فراح الضجيج. لكن هل يبقى له تأثير على البيئة مثل ما شفنا وقت اللي بتتلوث التربة مثلا بالمخلفات أو بالمبيدات أو الكذا، أو تتلوث المياه؟ إذن هنا لا تتلوث البيئة، أو لا يكون آثار التلوث بالضجيج على البيئة، لأنه بيزول طبعا آثاره بزوال مصدر الضجيج نفسه. مرقت عدة سيارات مثلا من حدي هوني وأصواتها كلها صار فيها شو؟ ضجيج وتلوث. بعد دقيقتين راحت السيارات بعيد، ما بقى أسمع صوت خالص، فانتهى الضجيج. هل له تأثير على البيئة؟ لا، تأثيره طبعا هون آني بوقته فقط، بالوقت اللي بيكون موجود تأثيره على الأحياء والكائنات الحية والإنسان في نفس الوقت. إذن من، قبل أن أنتقل لبعده، من يعيد لي تعريف الضجيج؟ من يعيد لي تعريف؟ إذن نعم أستاذ. سارة. الضجيج مجموعة من الأصوات ليس لها صفة التناسق أو الانتظام ولا تؤدي إلى معنى واضح. تقاس شدة الضجيج بواحد ديسبل، وقد وضع العالم جراهام بيل تصنيفا لمصادر الضجيج من أكثرها إزعاجا وتأثيرا في الإنسان إلى أقلها. يختلف التلوث بالضجيج عن أنواع التلوث الأخرى بأنه لا يترك تأثيرات مضرة بالبيئة، يستزول آثاره بزوال مصدر الضجيج. نعم، أحسنتي. لاحظوا معي هنا في الصورة، هاي الصورة، شايفين العدد الكبير من السيارات، حتى دراجات أو آليات النقل العامة، الباصات، هاي إذن كلها، وكل سيارة ممكن يكون فيها لها صوت للمحرك وصوت للحركة وأيضا للمنبهات، الزمور وكذا. فايش قد بده يكون، تخيل لو انه مثلا هاي كل واحد منهم اطلق مثلا صوت، فراح يكون صوت ضخم، راح يشكل عنا صوت ضخم. وهذا طبعا واحد من اسباب او من مصادر الضجيج، واحد من اسباب او من مصادر الضجيج. لدينا مصادر الضجيج، عندنا اول مصدر من مصادر هو المصادر الاوليه. المصادر الأولية مثل إيش؟ مثل أصوات المصانع
وسائل النقل. نروح مثلا على منطقة، حتى يعني في مصنع أو فرن أو كذا، في آليات. الآليات هاي الآليات اللي عم تصطدم في بعضها وبتحتك أثناء عم تصدر أصوات، فبتلاقي إنه حتى يعني نحن هون في مناطقنا إنه مثلا أصوات المولدات، مولدات الكهربائية وكذا، كمان بتلاقي إنه بتمر من حد المولد ضجيج كبير مشكلي. أيضا وسائل النقل وقت بيكون المنطقة فيها ازدحام كبير كمان بتصير عندك شو أصوات عالي. هاي إذا بنسميها مصادر أولية. المصادر الثانوية هي أصوات الأجهزة المنزلية المختلفة، مثل إيش؟ أيضا إذا كنت جالس مشغل مثلا تلفزيون، شخص آخر مشغل الهاتف على مقطع مثلا فيديو، شخص آخر مثلا مشغل الغسالة مثلا، إذا مروحة، كل هاي إذا تصدر أصوات. فتلفزيون مثلا، مروحة، غسالة، كذا، هاي بتسوي شو؟ أصوات ثانوية. أصوات الباعة الموجودة، كونك أنت قاعد في بيتك عم تتابع تلفزيون أو ما في عندك شيء أي صوت خالص، بمر مثلا شخص باعة متجولين، هاي بيصدر صوت مثلا، هون بيسوي شو كمان؟ عملية ضجيج. تحدث بعض الأشخاص بصوت مثلا عالي مرتفع، أيضا أنت مثلا جالس أنت وزميلك أو أخوك عم تتحدثوا، في واحد شخص بجنبكم عم يحكي بصوت عالي، فهذا شو بيسوي؟ بيسوي عمليا أيضا ضجيج. هاي تعتبر من المصادر الثانوية، غير طبعا من الأصوات الأخرى. إن معدل طبعا إدرار الحليب في مزارع الأبقار وتكاثر الأرانب في مزارع تربية الأرانب القريبة من الضوضاء يقل عما هو عليه في الأماكن الهادئة. تلاحظ أن المزارع ما بيحطوا المزارع ضمن المدينة بقلب المدينة، بطوها وين؟ مناطق بعيدة عن المدن وعن الضجيج، لأنه هذا الضجيج يؤثر على إنتاجية إن كان الأبقار في المزارع إنتاجها من الحليب أو على تكاثر مثلا الأرانب في مزارع الأرانب. هذا طبعا ما هو إذن مصادر، ما هي مصادر الضجيج؟ ما هي مصادر الضجيج؟ بيان مصادر الضجيج. مصادر الضجيج مصادر أولية ومصادر ثانوية. المصادر الأولية مثل أصوات المصانع ووسائل النقل، والمصادر الثانوية كأصوات الأجهزة المنزلية المختلفة وأصوات الباعة والتحدث بصوت المرتفع. أحسنت، نعم، إذن هاي مصادر الضجيج. تبين أن التعرض المستمر للضجيج يؤدي إلى الارتباك الهضمي الناتج عن نقص الإفرازات المعوية والمعدية، ارتفاع الضغط الشرياني وزيادة معدل التنفس، ضعف سرعة الدورة الدموية، ويؤدي الضجيج المفاجئ والمرتفع إلى الصمم. إذا الارتباك الهضمي من الشخص اللي بيكون عمله مثلا أو سكنه قريب من الضجيج، لاحظ على طول في عنده مشاكل شو؟ هضمية. هاي المشاكل الهضمية طبعا الضجيج عم بيأثر على إفراز الغدد، إفراز الغدد المعوية والمعدية للعصارات الهضمية، فعم بيصير عنده شو؟ ارتباك هضمي. هاي نقطة. النقطة الثانية، عم بتسبب الضجيج المستمر ارتفاع في الضغط الشرياني وزيادة في معدل التنفس، أيضا زيادة أو ضعف سرعة الدورة الدموية، تؤدي إلى ضعف سرعة الدورة الدموية. والضجيج إذا كان مثلا صار أصوات قوية مفاجئة، ممكن تؤدي إلى أذية بالأذن وبالتالي الصمم اللي هو عدم السمع. إذن ما الأسباب التي أو ما هي الأمور التي تؤدي إليها التعرض المستمر للضجيج؟ أحمد سطوف. قد تبين التعرض المستمر للضجيج يؤدي إلى الارتباك الهضمي الناتج عن نقص الإفرازات المعوية والمعدية. 2. ارتفاع الضغط الشرياني وزيادة في معدل التنفس. 3. ضعف سرعة الدورة الدموية. 3. يؤدي الضجيج المفاجئ والمرتفع إلى الصمم.
نعم أحسنت أحسنت يا أحمد. يمكن الحد من تلوث الضجيج. كنا نحن أول شيء نتعرف على تعريف التلوث الملوثات على فكرة معينة، بعدين نشوف من أين تأتي الملوثات، هلأ راح نشوف أشو كيف نحد من تلوث في موضوعنا طبعا اللي هو الضجيج. هل بالإمكان أن نحد من تلوث الضجيج؟ كيف؟ طبعا أول شيء طبعا إذا أنت مثلا قلنا الأصوات المنبهات السيارات والزمور وهيك، هذا إذا كان كل سيارة ماشي في شارع وفي مثلا 200-300 سيارة، إذا كل واحدة بدأ أو زمون مول كل نص مثلا أطلقني زمور مثلا، إيش بيصير في عنا ضجيج هائل. الإصدار إصدار القوانين التي تمنع استعمال منبهات السيارة، يعني ما بيصير هلا في دول مثلا أوروبا وكذا يمنع مثلا استخدام المنبهات، منبه السيارة الزمور ما في، وخصوصا لأنه هذا بيسبب أشو ضجيج هائل. وإيقاف الآليات التي لا تحوي على كاتمان للصوت، إذا في آلية مثلا صار فيها خلل في كاتم الصوت وصارت تصدر أصوات صارت قوية، هاي يمكن إيقاف هذه الآليات. اثنين، إبعاد المطارات ومحطات القطارات عن أماكن السكن، إذا المطار بنلاحظ أنه المطار أثناء إقلاع الطيران أو هبوط وهذا بيصدر أصوات كبيرة، فلازم يكون المطارات أشو بعيدة عن السكن. الاهتمام بتخطيط المدن بحيث تقل شدة الضوضاء فيها، وذلك بتوسيع الشوارع، كل ما كان الشارع واسع كل ما بيكون الضغط ضغط الأصوات، بينما تكون ضيق مثلا راح تصدم الأصوات في الأبنية وتصير فيها أشو صدى زيادة ويصير ضوضاء أكثر، فقط بيكون الشوارع فاضية فالأصوات بيكون ضوضاء تأثيرها أقل. زيادة المساحات أيضا الخضراء كمان النباتات وأغصان وكذا بتشتت من الصوت. إبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر الضجيج، لاحظ معي هنا في الصورة طرقات كيف فاضي وفي بينات أشجار ونباتات. من يعيد لي طيب قبل أن ننتقل إلى بعده كيف يمكن سلاف كيف يمكن الحد من تلوث الضجيج؟ إصدار القوانين التي تمنع استعمال منبهات السيارات وإيقاف الآليات التي لا تحوي كاتمة للصوت، إبعاد المطارات ومحطات القطارات عن أماكن السكن، الاهتمام بتخطيط المدن بحيث تقل شدة الضوضاء فيها وذلك بتوسيع الشوارع وزيادة المساحات الخضراء، إبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر الضجيج. طيب أحسنتي نجلاء. بعض الأسئلة كمراجعة، ما هي أسباب تدهور التربة؟ ما هي أسباب تدهور التربة؟ سارة؟ واحد المبيدات، اثنين الأسمدة الكيميائية، ثلاثة النفايات. نعم أحسنتي. ما هي مصادر تلوث الغذاء؟ نعم أستاذ. سلافة؟ الجراثيم والفضيات والطفيلات والفيروسيات. نعم وأيضا؟ والأسمدة الكيماوية والمبيدات والهرمونات التي يمكن تضاف إلى التربة وعلف الحيوانات وتساعدها على نموها السريع، المواد المشعة التي يمكن أن تصل مع المياه إلى النباتات. أحسنت. إذن هاي مصادر تلوث الغذاء. ما هي أهم أضرار التلوث الإشعاعي على الإنسان؟ بيان. تدمير الكثير من الأجهزة الحيوية في الجسم كالجهاز العصبي والمناعي. اثنين الإصابة بسرطانات الدم والجلد والعظام. ثلاثة تشوهات خلقية للأجنة. نعم أحسنتي. إذن هاي طبعا أهم أضرار التلوث الإشعاعي للإنسان.